عملنا الاب جي اس اللي جهزناه، احنا عايزين نوصل للرودز. انا هبدا قبل الليسننج على طول هنا، قبل الليسننج للبورت عايز اظبط، عايز اكونفيجر الرودز. الرودز ايه؟ فور برودكتس اب. ماشي، اظبط ده ازاي؟ والله انا عندي دلوقتي اتجاهين عايز اعملهم. عايز اعمل صفحه اساسيه للبرودكتس والصفحه الرئيسيه اللي هي الاندكس يعني، ومنهم هبدا اتحرك. يا اما عندي الموقع كتب اسم الموقع بس، فانا هشغل الاندكس، او عمل سلاش اد مثلا فهبدا اطلع له صفحه الاد، وبعد كده نعمل سلاش اديت افتح له صفحه الاديت، وبعد كده سلاش ديليت اعمل له صفحه الديليت. ماشي، خلينا الاول نمسكها واحده واحده. خلينا نمسك الموضوع بسيط جدا. انا هقوم قايل له بص، ببساطه جدا انا عايز اقول له يا اب، اول حاجه انا عايز، انا الاول اثبت، معلش سوري، كونست. هعرف حاجه اسمها مثلا فانكشن، عشان اعرف فانكشن كده، فانكشن اسمها اد برودكت بيج. اد برودكت بيج دي هتجيبها منين؟ مش هعرفك فانكشن، هستدعيها من فايل تاني. انا عايز اعمل فايل اجمع فيه كل العمليات الخاصه بالبرودكت، خلاص، عشان بعد كده ان شاء الله لما يكون البروجكت بتاعك اكبر من كده يبقى عندك برودكتس لوحديها، عندك الاوردرز لوحديها، عندك، فاهمني؟ فالوقت عايز انادي على اد برودكت بيج، وديت هتكون جايه من انا هتستدعي ريكوايرد، اقول له اطلع كده على روتس، روتس، وبعد روتس هقول له احنا محتاجين اندكس وخلاص. يبقى المفترض ان هو على روتس في اندكس، بلاش بقى اد برودكت اد لا مش عايزين اد، خلينا المين بيج بس. مين بيج، عرفت فانكشن اسمها مين بيج، موجوده جوه مين؟ جوه الفولدر اسمه روتس، جوه في فايل اسمه اندكس، طبعا اندكس جي اس طبعا، بس هو لسه ما اتعملش، هنعمله دلوقتي ان شاء الله. وبعد كده هقول له الاب دوت جيت، لما حد يطلب منك جيت بس سلاش كده بس، سلاش كده بس، هتشغل لي الفانكشن اللي اسمها مين ايه؟ مين بيج. حلو جدا. يبقى انا استدعيت ملف الاندكس اللي مفترض هعمله جوه الروتس هنا، والملف ده يحتوي على فانكشن اسمها مين بيج، وهقول له يا اب اول ما يجي لك سلاش، يعني اسم الموقع بس من غير سلاش حاجه، يعني سلاش بس كده، يعني اسم الموقع بس، هتشغل الفانكشن اسمها مين بيج. يبقى انا مفترض دلوقتي هروح على روتس هنا واقول له عندنا ملف اسمه اندكس دوت جي اس، ادي ملف الاندكس بتاع ايه اللي احنا هنبدا نشتغل عليه. ملف الاندكس ده هيعمل ايه؟ هيعمل حاجه بسيطه جدا. هقول له اولا انا عايزك تشتغل على فكره ان احنا عندنا موديول، واعمل له اكسبورت عشان الموديول ده انا بستخدمه في صفحه ثانيه، صحيح؟ فانا عندي هنا في الاندكس يبقى في عندي مجموعه من الفانكشن، زي مين؟ زي ما هعمل كمان شويه هنا في الروتس، هعمل برضو فايل تاني وهسميه مثلا اللي هو البرودكتس دوت جي اس. الفايل ده برضو هيبقى فيه ايه؟ هيبقى برضو هعمله اكنه برضو موديولز، وفيها بقى ايه؟ موديول اسمه البرودكت، والموديول بتاع البرودكت ده بقى جوه الاد والابديت والديليت ومش عارف ايه والعمليات الاساسيه بتاعت الايه؟ بتاعت البرودكت. وعندي بقى نفس الفكره، اقدر اعمل الامبلوي جي اس واعمل بقى برضه مديول، والمديول بتاع الامبلوي بقى اعمل بقى الاضافه والتعديل والحذف والرفع الصوره ومش عارف والكلام ده كله. يبقى انا بقى افكر بفكره الموديولز، عايز اقسم الفكره لموديولز، خلاص. فانا هاجي في الاندكس مثلا واقول له والله احنا كل اللي محتاجينه عشان اعمل اكسبورت ان انا هقول له كده واحط هنا الفانكشنز بتاعتي بس، خلاص الموضوع سهل جدا. بقى ده كده ايه؟ قسمته كذا مديول. اول حاجه عندي اللي هي المين بيج، ده الفانكشن، وده انا غلطان، الفانكشن كنا مسمينها ايه؟ مين بيج، مظبوط. فاقول له والله في الاندكس عايزين حاجه اسمها مين بيج. مين بيج دي از ا فانكشن، طبعا الفانكشنز بتاعت الروتس كلها بتاخد ريكوست وبتاخد ريسبونس، زي ما احنا عارفين يعني ريكوست وريسبونس دايما هو ده المتحكمه في المسار. ممكن اعملها ارو فانكشن كده واقول ادي الفانكشن بتاعتي. هعمل ايه في الفانكشن دي؟ قلت له بص في الريسبونس الرد بتاعي انا عايز اعمل ريندر، عايز اعمل عرض. قال لي ماشي اعمل لك ريندر. قال لي لمين؟ طبعا انا عشان اعمل ريندر بالاي جي اس فانا لازم الاول حاجه ادي له الاي جي اس المسؤوله. ايه الاي جي اس المسؤوله عن الاندكس ديت؟ في المفروض تبقى موجوده في الفيوز، انا لسه ما عنديش حاجه في الفيوز. قلت له ماشي، على العموم انا هيبقى اسمها اندكس دوت اي جي اس، خلاص.
index.ags دي المفترض ان هي هتبقى هي المسؤوله عن العمليه دي. طيب وابعت لها هنا اي داتا انا عايز ابعتها، ابعت لها هنا اي داتا انا عايز ايه، لو كان في داتا يعني كوما سوري كوما، ولو كان في داتا انا عايز ابعتها اي اوبجكت بقى جيسون انا عايز ابعت له داتا زي ايه، زي تايتل مثلا اللي كنا هنبصيه، او زي مثلا الداتا اللي هتتعرض في الشاشه، او زي هنا هبدا اعمل الكلام ده كله. خلاص هبدا اعمل ايه الكلام ده كله، فممكن اقول له داتا مثلا وقيمتها دلوقتي نو داتا exists، مفيش داتا دلوقتي للعرض بس وخلاص، انا قلت له رندر للكلام ده ومفيش داتا دلوقتي للعرض خالص وسكتنا. بس المهم ان هو دلوقتي عارف ان المفروض يشغل صفحه اسمها اندكس اللي هي اي جي اس في الفيوز، هو فاهم ان هي في الفيوز على طول لوحدي اوتوماتيك خلاص، لازم يبقى فيه في الفيوز هنا عندي فايل مفترض اسمه اندكس دوت اي جي اس، ادي الفايل ده. الفايل ده مبدئيا كده انا عاوز يعمل حاجه اساسيه قوي، ايه هي؟ ان هو يستدعي لي في البدايه ملف الهيدر اللي احنا حطيناه في البارشل، صح ولا ايه؟ كان في ملف هيدر عملناه في البارشل، يعني اولا خد بالك دلوقتي ادي الايه الاندكس وادي البارشلز، بارشلز يعني جزء من العرض اللي احنا كنا حاطين بس الهيدر فيه جزء من العرض، اما الاندكس بقى هنا العرض كله. فانا هقول له اولا لازم عايزك تستخدم الهيدر اللي موجود عندي، اكتب ازاي او عامل علامتين بتوعي دول العلامات ديت الايدنتيفاير دول كده الايدنتيفاير بيعرف ان انا هستخدم الاي جي اس في حاجه في داتا هتشتغل من على السيرفر، يعني السيرفر هو اللي هيظبط الحته دي. ايه اللي هيظبطه؟ اقول له عايز بس انكلود، عايز انكلود يعني عايز استدعي سوري عايز انكلود يعني انكلود ايه، قلت له عارف بقى من الفولدر اسمه بارشلز سلاش هتلاقي حاجه اسمها هيدر دوت اي جي اس اهو من بارشلز، وجوه بارشلز هتلاقي هيدر اي جي اس كده اهو، اكن الكود اللي كان في الهيدر كله حطيته هنا. واحد يقول لي انا فهمت كده، فهمت ايه بقى؟ هقول له الاندكس اي جي اس، يعني لو انا عندي دلوقتي ملف تاني مثلا اسمه اد برودكت دوت اي جي اس، يبقى المفترض ان انا في الاد برودكت دي هحط برضو الانكلود دي، معناه ان الفايل ده ايه، ان الهيدر خلاص جه اكني كتبته تاني بالظبط. دي الفكره، احنا بنقسم اجزاء وبنقدر نستدعيها ونجمعها مع بعض. خلاص كده انا عملت هنا اد برودكت اي جي اس وعملنا اندكس اي جي اس، ماشي يا عم. انا دلوقتي طبعا الاندكس دي هعمل فيها شغل كتير، بس مبدئيا ممكن اعمل لها ديفايه كده بسيطه. الديفايه ده كلاسيك كونتينر، هنا بقى المحتوى بتاعي اللي فوق كان هيدر، وده ايه، وده المحتوى بتاع الكونتينر بتاعي، وادي له باراجراف، والباراجراف ده ادي له كلاس، الكلاس اللي هيبقى عندي مثلا مش عارف ادي له كلاسات ايه، مثلا كلاسز مثلا تكست سنتر، وادي له مثلا اتش 1، وادي له مثلا تكست داش دينجر عشان يحدد اللون، وهقول له هنا الاندكس بيج مؤقتا ماشي كده الاندكس. طب اقول لك حاجه، ادي اهو الديفايه اهي، وهنروح برده على الاد برودكت ونقول له برده نفس الكلام، بس هقول له ايه اد برودكت بيج، صح كده ولا ايه؟ ماشي، عندي الاندكس بيج وعندي نوت، بس مجرد صفحات المفترض بقى تتجمع، المفترض تتجمع. طيب الاندكس اللي هو موجود عندي في الجي اس ده يهمني قوي، لان هو ده اللي بيرندر اللي موجود في الاندكس اي جي اس، ولما يجي بيرندر بيعرف ان هو في الاندكس اي جي اس ان هو بينادي على الهيدر، ثم على مين؟ ثم على الداتا ذات نفسها. والله قبل ما نخش في تفاصيل اكتر من كده، تعالى نقوم الايه الاب بتاعنا، شوف هو قايم ولا لا. قايم اهو، ماشي. انا مين بيج، قلنا له كده سلاش على مين بيج، هروح على الاندكس، الاندكس بتاعتنا اهي، ما فيش حاجه فيها غير ان هي بترندر بس في الريسبونس،
مظبوط. والرندر اللي جاي في الريسبونس هيروح على ديت. على فكرة ممكن نبعت تايتل، يعني ممكن نبعت له زي ما بعتنا هنا الداتا، ممكن اقول له ويبعت لي كمان، بعت لي كمان تايتل، لان هيكون مثلا تايتل في الهيدر لو فاكرين. وهقول له مثلا مين بيج مثلا. طبعا هو كل ما انا بسيف هو على طول بايه بيرستر على طول، يعني بحيث ان هو يقوم الدنيا على طول مباشره يعني. طيب كلام جميل ان هو ماستر عنده مشكله في روت معين. تعالى نبص على اف جي اس. ممكن عشان ده على طول جيسون مباشر، مش محتاج ان احنا نبعته كده. نشوف ماشي بيج الاندكس جي اس، احنا ما عملناش حاجه في البرودكت جي اس صح؟ تمام. وادي ال كلام جميل، ادي ماشي اوكي. مش لازم هنا سنجل عشان دي فانكشن مباشرة على طول. و ادي دي ما فيهاش مشكلة، انكلود على هيدر اوكي. ودي طبعا نفس الكلام ما وصلناش، عصرنا دي بس هي والاندكس والاب، حتى الهيدرز ما اشتغلناش يعتبر عليه. احنا طبعا محتاجين طبعا نقفل، المفروض ان دي الدباية بتاعت البادي، يعني المفروض في الاندكس اخر الاي جي اس. ابقى ما انساش ان انا اقفل البادي واقفل كمان الاتش تي ام ال، بس ان هما دول كده لازم يتقفلوا عندي انا هنا صحيح. طيب طيب هي في عندنا بروبليما انا ما اعرفش. طب ماشي نشيل كده مثلا ده السطر ده، لا كده ران يبقى العيب هنا طبعا. ده مش عيب، ده مين انا بنادي على المين بروجكت، يبقى معناها لما يجي بيستدعيها بيحصل مشكله. يعني المين بيج، المين بيج دي اللي جوه الاندكس. طب نروح نشوف الاندكس جي اس، المين بيج مظبوطه. موديول دوت اكسبورتس حرف الاس، سو سوري. خير برضو عشان ايه ناخد بالنا بعد كده. ماشي اوكي مفيش مشكله. الموديول دوت اكسبورتس كده المفترض ان انا 8081. تعالى بقى المره دي بس انتر، الهيدر طلع اهو ضارب. مش مهم، مش مهم ان هو ضارب، بس المهم ان الايه الهيدر طلع بتاعنا. طب احنا دلوقتي محتاجين نظبط بقى الحاجات دي، هنخليها فيديو تاني نظبط ده، ونقوم برضو اللي هي الصفحه بتاعت مين بتاعت الان.